السلام عليكم سي الغوشي. عمي الغوشي اليوم عندي هاد الفيك هذا علي بلعاني، اما الحقيقه راه خليناها تما في توالقه، الحقيقه ديال العرش الملك ديالنا راه خلينا في توالقه. بغينا نقولوا القراقيرو راه حنا مع الملك ديالنا، الملك هو المخزن، المخزن هو حنا، حنا هما التراوات، حنا هما الصحراء، الصحراء هي حنا والريف، وكيما بغينا نكونوا الناس العرب. الله يبارك في عمر سيدي، قال لكم سيدي رضى عليكم سيدي، الله يبارك في عمر سيدي، قال لكم سيدي الله يطول في عمركم، الله يبارك في عمر سيدي، ما كاين غير الله يبارك في عمر سيدي حتى تما الدنيا، والله يبارك في عمر سيدي، عاش الملك حتى الاخر، والاتلانتيك تكتب، وهذا ميساج لجميع المغاربة، حنا راه عندنا 3000 كيلومتر ساحلية، واحد 500 كيلومتر كاينة في الشمال، في الحوض البحر الابيض المتوسط 2500 كيلومتر كاينه في الاطلنطيك تيكسي، خص كاع الديور يكون عندهم كانابيش، كلشي خص يكون عنده قصيبه والموريني، وهما تيهضروا بالتراوات حنا نوريهم بالتراوات، حنا راهو من المخزن، خصنا نهبطوا من البحر ونهزوا القصبه ونصيدوا من في بيبي، نبداو من في بيبي، حلامه، الشرغوف، البردع، حداد، درعي، نبيره، سميتو هذوك الحوت اللي هو ليف الزرق ديال الليل الفرخ وديك ديال البوسكا، غنبقاو نصيدو الحوت والرايه وحتى الروكان لقينا نصيدو بابا، ما عندناش مشكل، ما كاين حنا نبقاو ناكلو الثروات ديال بلادنا ناكلوها في كرشمه، كل واحد مغربي خصو يهز كنابيش وموليني، راه كيتباعو رخاص 100 درهم كنابيش 50 درهم موليني، وخذ واحد اللامصه شويه واحد الصناره ديال 13 ولا 14 ميلي وهبط وضرب لك بوزروك وضرب لك قريشه ودير خشيها ولونسي ليا الخصبه ديالك فوا بالبيلوت فوا بالدوش فوا باللونس كيما بغيتي تصيد صيد، وجيب ليا الحوت الدرعي وجيب ليا نيل دورادو، جيب ليا كاع الحوت والخراس ديال البلاد وصيدهم وكلهم وشبع في كرشك، ما كاين لا فيتامين دي 3. عاش الملك عاش المغرب، لي قراقيرو حنا راه ما معاكم كاينش خاوة 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 خاوة، راه حنا كنحاولو نديروه ولكن الصحراء مغربية، ديك الساعة نشوفو خاوة خاوة، الصحراء مغربية الله الوطن الملك تتحترمو هادشي، ديك الساعة نبداو معاكم خاوة خاوة، صافي قطع حي، ها انت ها.